مشاهدينا الكرام، صباح الخير عليكم. مرحبا بكم في هذا البث المباشر مدينة الدار البيضاء. أيام قليلة كتوصلنا على شهر الله رمضان الكريم. الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة وطول العمر اللي كنتمنى تكون إن شاء الله سنة تغيير علينا، خصوصا السنة الفارطة عشناها شوية من الأزمة. فكنتمنى الله عز وجل يسخر لينا البركة ويسخر لنا كل خير وسعادة إن شاء الله بإذن الله. ثم واش مع أو ضد إزالة الساعة الإضافية؟ نعرف أن في شهر رمضان تحيد الساعة الإضافية، كل غير معروف مشاهدينا. ثم شنو رأيك ديالكم؟ شنو كنتمناو إن شاء الله في هذا رمضان؟ شنو الأمنية ديالكم؟ Ahem.